مستشار الدكتور احمد الاحول رئيس محكمه الاستئناف ورئيس نادي قضاة كفر الشيخ. سعاده المستشار، هل يوجد خروج من هذا المأزق؟ ماذا تعني يعني بالخروج من هذا يعني الوضع اللي احنا فيه حاليا؟ وهو الخروج هو التزام التزام كل سلطة بالقانون، التزام كل سلطة بما يعطيه لها القانون. ده الخروج من هذا المأزق، كل سلطة تعرف ايه اختصاصاتها يبقى سهل جدا. انما احنا للأسف في يعني مش عاوز اقول ان يعني للأسف، لانه السلطة التشريعية ده اصلا المفروض دول اعضاء مجلس الشعب وناس كلك محترمين وناس يعني يدركون ويعوا ما يقولون. ده هو النهارده ما بيعلق في قبه مجلس الشعب تحت القبه على حكم قضائي بيعطي لنفسه حق الرقابه على السلطه القضائيه، وهو ليس له ذلك. هو كان له الرقابه على السلطه التنفيذيه، انما السلطه القضائيه لا، ما فيش طبعا ما فيش رقابه على السلطه القضائيه. ده القاضي نفسه ما فيش رقيب عليه الا المحكمه اعلى منه. هل وارد استدعاء بعض من تهجموا على القضاه من اعضاء مجلس الشعب؟ نعم، يعني هيتم استدعائهم او بلاغاتهم؟ والله زي انت حاضر في المؤتمر وشايف القرارات لسه حن يعني هيبقى فيه اجتماع لرؤساء النادي دلوقتي وهناخد قرارات بهذا. الحصانه ممكن تبقى عائق؟ والله ممكن تبقى عائق، ليه لا؟ وممكن يعني عند الاجراءات النيابه بتطلب مثلا، والمجلس اذا كان صدر قرار زي زمان اذا كان المجلس صدر قراره زي زمان خلاص بقى يبقى ما فيش دوله قانون ولا حاجه. ها شكرا. مشكرا. استشار عزت خميس رئيس محكمه الاستئناف. Thank you.